إذن صباح الخير عليكم وصباح الواد والياسمين وصباح يدا للجميع. إذن طاقم شوف تيفي كيتواجد ملعب النواة والجماعة المشوى وداخل معقل الوفاويين اللي معروف ناس ديال فاجي تحياتي لهم ناس ديال الملاح اللي ما كنعرفوا شباب أطفال كبار صغار يعني حبهم للرياضة وحبهم للنجومية وكنعرفوا دائما حنا الأبطال والنجوم دائما كيكونوا إلا ومن احياء شعبيه كيف ما كنا كنشوفوا يعني سواء الفريق الوداد الرياضي الفاسي او فريق المغرب الفاسي اللي تخرجوا من نجوم وهاد النجوم كلهم يعني خرجوا من وسط احياء شعبيه وكنعرفوا دائما الحي الشعبي كيعطينا يعني دائما نجوم وكيعطيونا بزاف ديال الحوايج اللي كتسخر بهم مدينتهم او كتسخر بهم المغرب كامل. اذا اليوم جينا نشوفوا اطفال الحب ديالهم هي رياضه وكذلك اطفال اللي الحب ديالهم انهم يوصلوا النجوميه والحاجه الزوينه على انهم كيعموا وقتهم من هالحد يعني كيعموا وقتهم برياضه يعني باش ما يمشوش اشياء اللي هي ماشي في الصالح ديالهم. إذن كيف ما قلت وكيف ما شط خلال هذا اللايف على يعني دائما هاد الاطفال الحلم ديالهم انهم تكون عندهم النجوميه يعني هادشي اللي كيخليهم انهم يلتزموا بالوقت يلتزموا بكل الحوايج اللي باغيين يزيدوا بها القدام. حنا كنعرفوا ما شاء الله يعني فاش جديد والملاح ومولاي عبد الله يعني خرجوا نجوم في كره القدم اللي منهم المغرب الفاسي وكذلك منهم الوداد رياضي فاسي كل من سي انور عزيزي وعثمان بناي وسي العلاوي ديال الواف وسي جامعي يعني اطوب يعني لاعبين بزاف قائمه طويله وهذا الشيء هو الغايه ديالنا باش نبغيو نشوفوا هاد الشباب هادو انهم غدا من غدا نشوفوهم نجوم ويهزوا لنا راسنا ويهزوا راس ديال السكينه ديال فاس جديد وسكينه فاس عموما والمغرب قاطبه. أنا مرحبا بالناس اللي طالعين معنا كاملين في هذا اللايف. اذا حنا دائما معاهم في واحد الحصه تدريبيه كما كتشوفوا معنا في المباشر حصه تدريبيه ديال الشباب اللي الحلم ديالهم انهم يوصلوا للنجوميه في كره القدم يعني ودائما كنعرفوا حنا الناس ديال الاحياء الشعبيه كلهم كي يعني تكون عزيز عليهم انهم يوصلوا للحوايج اللي هما كبار باش يرفعوا رايه حومتهم ورايه ديال المغرب كامل ومدينه فاس. اذا حتى حنا كنتمنوا لهم مزيد من التالق وهذا هو الدور نحن كاعلام اننا باش نواكبوا جميع هاد الأنشطة وهاد التظاهرات اللي كتخلي دائما الأطفال ديال الأحياء الشعبية يكونوا يعني في واحد راحة تامة ويكونوا أنهم كيعمروا بوقتهم برياضة أكثر من أي شيء اللي هو تيكون سلبي. إذا حتى نتوما بدوركم نبغيوكم أنكم تبقاو تشجعوا على رياضة نهار الحد لأن رياضة نهار الحد تكون كتعطي واحد الأكل ديالها زويون بزاف. لهذا رياضة دائما الجميع كتكون اوقات العطل واوقات الحد وهذا هو الميساج اللي كنبغيو الناس كاملين انهم ياخذوا بعين الاعتبار. غير مرحبا بالناس اللي متابعين معنا اللايف كاملين كنذكروا الناس اللي يلاه تحقوا بنا في اللايف. حنا كنتواجدوا بملعب القرب اللي هو جاي بالقرب ديال الحي الشعبي النواوي الفاج جديد جماعه المشوى يعني هادو دريويين صغيوين الحلم ديالهم انهم يحققوا تكون نجوميه يعني اصلا هاد المبادره او هاد الاطفال راه هي شباب يعني هما اللي غيورين على الكره هما اللي تخطوا هاد الوليدات كيطبعوا لهم التونيات من عندهم ويأطروا كل شيء لان هذا الحب ديالهم للكره
باش يعطيو واحد الصورة إيجابية للساكنة ديال فاس جديد والساكنة ديال المشوى عموما. يعني كاينين الشباب اللي هما أوطو كالمدرب ومساعد المدرب، يعني كيديروا مبادرات أنهم يأطوا هاد الدراري باش يوصلوا للحوايج اللي باغيين هما يوصلوها، يعني كيزيدوا يشجعوا الشباب. والمبادرة دائما كتكون مبادرات طيبة وحسنة في المحل ديالها.